حدثنا يزيد أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد فأمر شيخ جميل من بني غفار وفي أذنيه صمم أو قال وقر أرسل إليه حميد فلما أقبل قال يا ابن أخي أوسع له فيما بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه فقال له حميد هذا الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ الصحابة فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك. حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات قال الأوزاعي الغلوطات شداد المسائل وصعابها. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات